أيضا تسأل تقول المرأة إذا أرادت أن تصلي فهل قبل أن تشرع في صلاتها تقيم للصلاة ثم تصلي؟ لا، الإقامة ليست مستحبة ولا واجبة في حق المرأة إذا صلت، بل تصلي بلا إقامة، لكن لو أقامت فلا بأس. طيب الشيخ لسان يسأل إذا كان منفردا وأراد أن يصلي يسن الفريضة له الإقامة. يسن له الإقامة. نعم.